السلام عليكم، معكم المنتصر الكترونيك في قناة اختراعات ويوميات المنتصر. والله يعني شو نقول لكم، من تقريبا من 9:30 وأنا هنا لا أعرف الآن 11:44 تقريبا 12:00، وأنا هنا في فيديو قصير، ليس حتى فيديو طويل، فقط طريقات قياس ترانزستورات، ولكن ما أردت أن أقوم بشرحه في هذا الفيديو. ليست فقط طريقة قياس ترانزستورات، وإنما طريقة معرفة هاد الأقطاب، كل سلك ما دوره، وطريقة معرفة هذه الأمور بالمليمتر فقط، بدون دخول إلى جوجل والبحث عن يعني عن داتاشيت لهذا الترانزستور. كما أنه إذا أعطاك جوجل داتاشيت لهذا الترانزستور فإنه لا يعطيك هل هي تتغذى الزائد أم ناقص. بالنسبة للأشخاص الذين يريدون مثلا مشاريع تضخيم الصوت أو تكبير إشارة ما، أو صنع جهاز يستقبل إشارة الريموت ويعني تحويلها إلى شيء ما، أو إرسال صوت عبر فوق يعني أشعة فوق البنفسجية، فهناك يجب عليك أن تكون عندك ترانزستورات أو جوليميير أضواء تشتغل وتنطفئ. فيجب عليك في هذه الحالة أن تكون عندك ترانزستورات تتغذى عن ناقص، والترانزستورات تتغذى الزائد، يعني NPN أو PNP. ولكن المشكل الذي يقع فيه الغالب أنه هذه الأمور قد لا يفهمونها، ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة جدا، فقط بالمليمتر، يمكنك معرفة كل رجل ما اسمها، وكل ترانزستور على مادة يتغذى. كما أنني وقعت في مشكل أنني لم أستطع رسم تخطيطات، يعني وجدت صعوبة في هذه الأمور ولو هي سهلة وبسيطة. ويعني انظر، الورقة الأولى لم تنجح معي، والورقة الثانية، وهناك 2 ورقات قمت بتقطيعهم بتمزيقهم. هناك ترانزستورات كما تلاحظون في هذا المكان، هو المكان الذي كنت فيه، يعني جالس أنا هنا وأصور هذا الفيديو من أجل بعض الأصدقاء لأنهم راسلوني عن طريقة قياس ترانزستور، ولكن أنا لا أعطيهم فقط طريقة قياس ترانزستور ولكن طريقة أخرى. هي طريقة قياس ترانزستور موجودة على اليوتيوب وبكثرة، الكل قام بشرحها وبنشرها، ولكن ما أردت أن أقوله لكم اليوم هو ليست طريقة قياس ترانزستور، ولكن طريقة قياس ترانزستور وطريقة معرفة ترانزستور رجل، كل رجل ما اسمها، فقط بالمليمتر، فهذه الطريقة كنت أعرفها من سنين عديدة. في حياتي لم أدخل للجوجل لداتاشيت لكي أعرف أقطاب يعني أرجل ترانزستور كل واحدة، أين هي الكوليكتور، أين هي الإيميتور، أين هو الباز، يعني أين هو الباعث، أو أين هو المجمع، أو أين هو القاعدة. فهناك طريقة سهلة فقط بالمليمتر في وضعية الديود، معرفة كل شيء، كما أنه يمكنك معرفة حتى هل هي تتغذى الزائد أم الناقص. هذا الفيديو أخذ مني الوقت، والفيديوهات كثيرة قمت بتصويرها ومسحها، لماذا؟ لأنها لم تعجبني، حتى هذا لم يعجبني كثيرا، لأنني هنا في منزل، فكما قلت أنا مسافر، لست موجود في محلي الذي أقوم بإصلاح الأجهزة الإلكترونية. أنا مكان بيت استغلت يعني استغلت هذه المكان، هذه المساحة لكي أقوم بنشر فيديوهات وأكون يعني معكم موجود ولو مسافر. والسلام عليكم. كما قلت سوف أقوم بنشر هذا الفيديو على قناة اختراعات ويوميات المنتصر، وأقوم بنشرها حتى على المنتصر الإلكترونيك. ما أردت أن أقوله لكم، هنا قناة اختراعات ويوميات المنتصر، يجب أن تدعمها، أن تقوم بدعمها. لماذا؟ لأنها سوف تكون إن شاء الله قريبة مني هذه القناة، ولو فيها فيديوهات عن رحلات وأماكن، ولكن سوف تكون قريبة مني، يعني من الاثنين إلى السبت سوف تكون فيديوهات كلها عن الإلكترونيك، وعن يعني الأخطاء التي أقع فيها والمشاكل التي أقع فيها والأعطال السريعة التي حتى لا هناك. فأنا لا أقوم بنشر جميع الفيديوهات أو تسجيل جميع الأعطال. لماذا؟ لأن أنا عندي عمل وعندي مسؤولية وعندي، فأنا أستغل القطعة التي تبقى عندي لمدة طويلة، ولا يمكنني أن يكون عطل يعني أقول للزبون لا يمكن إصلاحها الآن، اذهب إلى الغد لكي أقوم بتسجيلها، لكي أقوم بتصويرها لكي أرسل، لا يمكن أن أفعل هذا الخطأ، فهو ليس من تصرفاتي. ما أقوم بنشره هو من يقول لي، هناك زبائن يقول لي منتصر نريد نشر هذا الفيديو على اليوتيوب،
اريد ان ارى جهازي او قطعتي على اليوتيوب، هناك تقنيين يريدون يقولون لي مثل هذا الكلام، وهناك قطع او اعطاب تبقى عندي ويكون عندي الوقت لكي اقوم بتصوير فيديو لها او يعني اصلاح ذلك العطل ونشره، ولكن ليست جميع القطع. اما اذا كان الفيديو على قناة اختراعات ويوميات المنتصر، تطورت هذه القناة ويعني وكان بها مشتركون كثر وكانت فيها تفاعل يعني تعليقات كثيرة، سأقوم بنشر فيديوهات يوميا، 3 فيديوهات أو 2 فيديوهات يوميا على هذه القناة، لأن لا تحتاج إلى مونتاج، لأنني سوف أكون قريب منكم. أي شيء أقوم بنشره، أي شيء سوف أقوم بقوله، ولو أخطأ له أخطاء أو شيء ما، ليس عندي مشكل معكم في هذه الحالة، في هذه القناة هذه، ما عليكم إلا دعمها والشراك فيها والتفاعل، التفاعل فيها، لأنني أستفيد من التعليقات الموجودة على القنوات. يعني هناك كل شيء، كل شخص يقول لي شيئا، وهذه الأمور هي التي أنا يعني تزيد مني، هي التي تفيدني في هذه التعليقات. إذا كان الفيديو ليس به أي تعليقات، فإنني أظن هذا الفيديو أنه غير مهم، فلا أقوم بنشر مثل تلك الفيديوهات. ولكن إذا وجدت تعليقات وإعجاب ومشاهدات، فإنني أتطرق إلى مثل هذا الفيديو وأقوم بشرحه بطريقة أخرى، بذلك العطل أقوم بشرحه بطريقة أخرى وأحسن وكذا، إذن أجتهد فيه. فما عليكم إلا يعني تطوير معي هذه القناة لكي تكون إن شاء الله أحسن وتكون قريبا منكم. كما قلت سوف تكون فيها أعطال يعني سريعة، مثلا أنا أجد عطل سريع في كارت ما، أقوم بنشره سهل عندي، أقوم بوضعك وأقول لك كذا وكذا، هذا هو السبب، وجدت كذا وكذا وكذا، أقوم بنشره بدون وضع الهاتف فوق العطل والبحث وكذا إلى آخره، وأنتم معي والسلام عليكم.